تفضلي حنين. بين حنين وعمر واحد منكم رح يكون الآن فعلا حاصل على لقب شيف العراق الأول. اثنين انتوا الآن داخل دائرة مشروع شيف. منو بيكم يا ترى اللي حاز على لقب مشروع في العراق الأول واللي رح يحصل على الجائزة الكبرى، سيارة موديل 2021 مقدمة من بابلون تي في، وأيضا برنامج وعقد لمدة سنة مع بابلون تي في؟ حنين أو عمر اللي اجتهد أكثر واللي خلى بصمته تكون موجودة وأقنع المشتركين بطبخه وبأجوبته أثناء الاختبارات ورح يكون المسمى لمشروع شيف الأول في العراق في البرنامج الأضخم على مستوى العراق هو أو هي الفائز أو الفائزة بمشروع شيف بالموسم الأول. عمر البدراني، مبروك يا عمر، ألف مبروك. مبروك يا حنين، مبروك لكم كلكم طبعاً، مو بس لمرتكم الفائزين، لكن عمر الفائز الأول. تفضلوا حكامنا. إذن عمر الفائز الأول بمشروع شيف والفائز ب عقد لمدة سنة مع قناة بابلون وإنتاج البرنامج الخاص إلى، وأيضا الفائز بسيارة 2021 0 كيلومتر مقدمة من قناة بابلون تي في.